السلام عليكم المشاهدين ديال شوف تي في. اليوم قصدتكم المشاهدين تعاونوا معايا، عندي واحد العملية، عندي المرض الخايب، عندي المرض الخايب في التادي، ولا كيسرح لي في يديا الأورام، ولا كيسرحوا لي في يديا. مشيت درت الأشعة ودوزت، ومشيت للطبيب ديال السويسي ديال المخزن، طلب ليا 2 مليون باش غادي يديروا لي العمليه، وانا ما عنديش امكانيات باش غادي ندير هاد العمليات. انا ما بحاليش، عندي 2 وليدات ومطلقه وما خدامش، مره في شحال كنخدم عند واحد المراه كندير لها الميناج، كنجيب ما نوكل وليداتي وباش نخلص الكره، حتى الكره ما تلقاش باش نخلصه. مولات الكره تتبقى تصبر عليا، تبقى تهددني بالافراغ، كاريه واحد الكوزينه في السطاحي صغيره، وانا ما عنديش امكانيه دابا باش ندير العمليه. او هاد الاورام ولاو كيسرحوا لي حتى في يديا، وكنتمنى من المحسنين يساعدوني. وهادو هما الوراق ديال الطبيب، هادو هما الوراق ديال الطبيب. دابا كنتمنى من المحسنين يساعدوني ندير هاد العمليه، الله يجازيهم بخير. عندي وليدات صغار، وليد عنده 3 سنين، وليد عنده عام. الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا معايا. هاد الشيء راه كيعطيني الصداع، بعد المرات بالليل ما كنعش بالليل بالحريق. كنتمنى من الناس يحنوا فيا، الله يجازيهم بخير. انا وديت هاد الوليدات باقيين صغار وانا ما عنديش. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين المحسنين. دخلوا عندي القناة ديالي وشوفوا بعينيكم اللي هي يوميات المرأة المطلقة، الله يجازيكم بخير، وشوفوا بعينيكم باللي انا واحد الانسانه باللي محتاجه، وراني شاركت فيها المرض ديالي وشاركت فيها كل شيء. حنوا فيا، الله يجازيكم بخير. على وديت هاد الوليدات، انا مطلقه باهم، دعيتو على وديت النفقه في الظل يدوز الحبس، ما بغاش يعطيني النفقه في الظل يدوز الحبس وما يعطينيش النفقه. وجوج وليدات صعابين، ما عنديش الامكانيه باش نعيش هاد جوج وليدات صعابين. تغلبت انا والله، تتغلبت، وكاريا بيت صغير، تا الامكانيات ديال الكرا بعد المرات ما كنلقاش باش نخلص الكرا. والوليدات كي غندير ليهم نخرج نخدم، ما عنديش امكانيات. دابا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، بغيت ندير هاد العمليه. لو ديت يديا باش يحيد لي هادشي في يديا وفي بزوله، عندي هادشي بغيت تحيد لي، الله يجازيكم بخير، بغيت ندير هاد العمليه. طلبوا لي في السويسي 2 مليون وانا ما عنديش. منين غادي نجيب هذا المبلغ؟ انا ما كنخدمش، كنخدم عند واحد السيده مره في شحال، لدرجه كنمشي نسعى باش نوكل وليداتي. كاريه غير بيت مع الجيران، حتى الكرا راه ما نوفروش. الله يرحم لكم الوالدين، حنوا فيا على وديت هاد الوليدات، راه باقيين صغار، حتى اللي شدهم ليا ما كنلقاش اللي شدهم ليا. راه كلشي تنشاركوا في القناه ديالي اللي هي يوميات المراه المطلقه، دخلوا عندي، راني كنحط المرض ديالي من الاول كنحطو. الله يجازيكم بخير، دابا مطلوب منكم يعاونوني في هذه العمليه. الله يرحم لكم الوالدين، حنوا فيا على وجه هاد الوليدات، الله يسهل عليكم المحسنين. واللي بغى يتكلف قاعد يدير ليا هو هاد العمليه، ماشي مشكل، هو يمشي يخلص عليا السويزي وانا نمشي غنديرها. الله يجازيكم بخير، انا ما حتى الفلوس ما تعطيهمش ليا كاع، تكلفوا اللي بغيت يتكلف يدير ليا العمليه، يمشي هو يخلصها عليا ومشي انا نديرها. الله يرحم لكم الوالدين. دابا راه عامين وانا مريضه، ما عنديش امكانيات باش غادي نتعالج وباش غادي ندوز، وهاد الاشعه هادو خرجهم ليا غاليين، واحد السيده هي اللي تعاونت معايا باش درتهم، هاد باش اكتشفت المرض اللي عندي. جوج وليدات راه ما ساهلاش، جوج وليدات نوفر ليهم لقمه العيش ديالهم ما ساهلاش، باهم في الظل يدوز الحبس وما يعطينيش النفقه، وانا تقهرت والله تتقهرت، وبيت مع الجيران كاريه في السطح، يعني على شكل كوزينه ماشي تابيت كبير. كنتمنى من المحسنين يحنوا فيا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وليداتي ما قدرش نعطيهم ولا نفرط فيهم، ما قدرتش، واخا تيغلبوني وفي المعيشه ديالهم تيغلبوني
وما قدرش نعطيهم. شحال من وحده قالت لي يعطيني وليد من وليداتك، ما قدرش نعطيهم، ما سخيتش بيهم الا باهم سخا بيهم، ما كيعطيهم لا نفقه ما كيصرف عليهم، انا ما قدرش نلوحهم الزنقه. دابا زادني حتى المرض ديالي، زادني مشكله، الصداع كيجيني بالليل، الصداع ما كيخلينيش ننعس. دابا الامنيه ديالي بغيت ندير هاد العمليه. الله يجازيكم بخير المحسنين ديال شوف تيفي، الله يسهل عليكم، حنوا فيا، الله يحن عليكم. كنتمنى من الناس يحنوا عليا وحنوا على هاد الوليدات، الله يجازيكم بخير. انا راه ما بحاليش، ما عنديش تمرين نجيب لهم لقمه العيش لهاد الوليدات. بغيت دابا ندير هاد العمليه ان شاء الله، وندير شي بيعه وشريه، نبيع الحوايج على وليداتي باش نلقى بعدا بنوكلهم وباش نخلص لهم الكره. انت ما عنديش كان ندير نخدم يديا، دابا كتعطيني الصداع، نهز تقل ما يمكنش نهز بيها تقل، نلقى نهز بيها اي شي حاجه تقيله ولا نصيق بيها كتبقى تعطيني الصداع. يديا هي زيداني، بغيت دابا ندير العمليه. دابا هادشي كان عندي في التادي، ولا كيسرح لي الاورام في يديا ديال الكونسير. الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين. كنمشي غير نسعى مره مره، حيت ما عنديش امكانيات، كي غندير نخدم كنخدم عند واحد المراه مره مره في شحال. جارتي ما كتبوش شد ليا وليداتي، عندي وليد عنده 3 سنين وليد عنده عام، ما عنديش كي غندير ليهم خليهم، والجيران ما كيبغيوش يشدوهم ليا. شحال جهدهم كاع يشدوا لك، نهار يومين ما يمكنش يشدوهم ليا كل نهار. حتى يديا دابا ما بقاش نقدر ندير الميناج، كتبقى تعطيني الصداع. كنمشي غير نسعى حدا الجامع، كيصدقوا عليا الناس، عارفين اللي عندي وليدات وما بحاليش، كيصدقوا عليا الناس. مولات الكرا والله الا شهرين دابا ما خلصتهاش، ما بغيتش نخرج ليها، هي باغا تخرجني وانا ما بغيتش نخرج. تنقول لها ما غنخرج، كاريه ب10,000 ريال، اي واحد البيت صغير على شكل كوزينه. هي تقول لي ندعيك غادي تخرجي ليا من محلي، تنقول لها انا ما غنخرجش الزنقه انا ولادي، ديري اللي عجبك، حيت ما عنديش غادي نمشي. الوالدين مشيت عندهم قالوا لي سمحي في ولادك، دي ولادك لباهم واجي تسكني عندنا، وانا ما يمكنش لي انا ولادي باهم ما بغاهمش، باهم كون بغاهم كون تعطيني النفقه، هو فضل يدوز الحبس وما يعطينيش النفقه هذا ولاد. العملية شحال كتدور؟ 2 مليون قالوا لي في سويسي، اه ديال العمليه، وانا ما عنديش، ما عندي حتى درهم منها. كنتمنى من المحسنين يعاونوني، تا شي واحد لا بغى يتطوع يخلصها مرحبا، يتطوع ويخلصها وانا نمشي نديرها، يجزيهم بخير. دابا حتى الوالدين ما بغاوش يشدوني، عندي الوالدين في مراكش مشيت لعندهم ما بغاوش يشدوني، قالوا لي لوحي ولادك واجي مرحبا بك، وانا ما يمكنش ليا نسبح في الكبده ديالي. عندي 2 وليدات تاني تعدمت، ولدتهم بالسيزاريا ولدتهم بالفتيح، ما يمكنش ليا انا نلوحهم، واخا تيغلبوني ما تنقدرش نوفر ليهم بعض المرات لقمة العيش، وانا كنت ما نقدرش نسمح حتى شي واحد فيهم. والدي دابا ما كان مشيش عندهم بسبب ولادي، قالوا لي لوعي ولادك واجي عندنا، وانا ما مشيش عندهم. دابا كنتمنى من الناس يعاونوني. فكرت شحال من مره نعطيهم لشي مره، ولكن ما سخيتش، ما قدرتش نسخى بالكبده ديالي، ما قدرتش. دابا واحد تدار 3 سنين واحد عام عاد نسخى بيهم، ما يمكنش. دابا عايشة انا وياهم باش بعد الله، بعض المرات ما تنلقاوش ما ناكلو، كنشد لهم فيديو وكنمشيو نسعاو، عطا الله الجواد اللي تيحنوا فينا. دابا يديا كتبقى تعطيني الصداع، سرح لي المرض في يديا. دابا كنتمنى من الناس يعاونوني في العملية، الله يجازيكم بخير، باش نقدر ندير شي بيعة وشريعة على ودي وليداتي، نخرج نبيع في الشارع. عندي كونسير قال لي الطبيب هنا في بالزوله، وبقى يسرح ليا، قال لي ضروري خاصك ديري عملي ولا اضطري تقطع يدك، وانا ما عنديش امكانيات. الله غالب، مشيت كاع السويسي ديال المخزن هما اللي طلبوا لي هذا المبلغ، هذا ما عنديش، قلت لهم ما عنديش، قالوا لي ما عندنا ما نديرو لك. كنتمنى من الناس يساعدوني، الله يجازيهم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، حلوا فيا وحلوا في هاد الوليدات، الله يرحم لكم الوالدين. كنعيشوا في واحد الفقر وواحد الحالة لا يرثى لها. كنت نشوفوا في كنعيشوا واحد الكويزينة في السطح،
ولات الكرة ديما كتهدر لي في الافراغ. انا ما ساكنه هنا صح، انا ما بغيتش نخرج حيت ما عنديش وين غادي نخرج. خلاتك تصوري؟ ما خلات ليش، قال لي انت ما مخلصاني الشاف الكرة وغتجيبي عندي شوف تيفي. هي اللي قالت لي ما تجيبوش عندي، الله نعيط لك من المخزن. اضطرت نصور هنايا في الزنقة. دابا هي كتساني شهرين ديال الكرا وتتهددني بغات تعيني باش الفراغ ديالك ما المخزن. يتسالي يعني. بغيت هي العملية نديرها ليديا، وبغيت يعاونوني حتى شي واحد بغيت يتكلف بالعملية خلصها عليا هو في السويسي، مشي انا ندير العملية باش نخرج 2 مليون، باش انا نخرج نخدم على وليداتي، نديهم شي روض ولا شي حاجة ونخرج نخدم على وليداتي. ربي يساعدني حتى شي واحد على شي بيع وشري الحوايج ولا شي حاجة يعاونني الله يجازيه بخير، باش نقدر نعاون نعيش هاد جوج وليدات. انا راني تغلبت الرقم تغلبت. ديال التليفون ديالك 06 48 76 23 42. الله يجازيكم بخير المحسنين، الله يرحم بكم الوالدين.